اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. يا رحيم يا رؤوف يا ذا العزة والجبروت، يا مالك الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، يا من حفظت موسى في اليم والتابوت، وطمأنت أمه وجبرت خاطرها